يا هلا والله شباب، اليوم راح اشوف لكم مكان كلش حلو في الدوحة قطر. هذا المكان يستحق الزيارة. طبعا اسم المكان ميناء القديم. هاي صار في الدوحة، الكورنيش قريب. البيوت الملونة في هذا المكان والمطاعم والمقاهي الموجودة بصراحة مكان يستحق الزيارة، وانصحكم اي شخص يجي الى الدوحة لازم يشوف هذا المكان. مكان نظيف جدا وكلش حلو، البيوت حلوة. فراح اشوف لكم جولة كلش حلوة في هذا المكان. لا تنسون اللايك والاشتراك وخلينا نبدأ بالجولة. شوف هاي الاجواء الحلوة. طبعا من هنا راح نبدأ بجولتنا، وشوف هذا الباخرة الكبيرة اسمها كوستا تاسكانا. خلي شوي نقرب. طبعا حاليا رسميا احنا وصلنا الى خلينا نقول هذا الممشى الحلو. مثل ما تشوفون الملعب هنا 974، الملعب اللي سووها بالحاويات. وهذا اخواني جاي يصورون. شوف الاجواء الحلوه هنا، الكافيهات والمطاعم الموجوده هنا، يعني حتى لو اكل مو طيب واحد يشتهي ياكله بهاي المكان الحلو. طبعا شباب قعدنا بهاي الكافيه، طلبت عصير برتقال طازج، وهاي ثم طلبوا القهوة ونستمتع بهاي الأجواء. شوف هذا مستمتع بسيارته، السفينة أو القارب من السيارة. شوف هنا الطيارة. شباب بالنسبة للأسعار يعني هيك أماكن شوية غالية، يعني مثلا ميناء القديم تروح إلى مشيرب، هاي الأماكن شوية غالية. بس إذا تروح إلى أماكن شعبية مثلا السوق واقف، صراحة الأسعار مناسبة جدا، ويعني هنا في قطر تلقى الرخيص وتلقى الغالي، كل شيء حسب يعني حسب شلون أقول لك، حسب سعره. يعني أكو رخيص وأكو غالي، وراح أشوف لكم يعني فيديوهات بخصوص الأسعار الأكل والمطاعم، وبخصوص المطاعم وبخصوص السوالف الأخرى. طبعا هذا السوق السمك في ميناء الدوحة القديم، فإذا تريد تشتري سمك تعال إلى هذا السوق واشتري من هذا السوق. وأكو مطعم، مطعم والسوق السمك، يعني مطعم موجود هنا. تريدون بصراحة ما عندي أي تعليق على المكان، المكان ما يحتاج يعني وصف وشرح، المكان حلو يعني ببساطة يستحق الزيارة. فقلت أصور لكم هيك بس الأجواء وتشوفون هيك براحتكم، للقعدة، المطاعم، الكافيات الموجودة، الأجواء، كل شيء هنا حلو في هذا المكان. شوف المكان من هاي الجهة الحلوة، وهاي الورود الحلوة، هاي الورود الحلوة، وجماعة جايين يصورون صور. فبصراحة مكان صدق يستحق الزيارة، والصور بصراحة كلش حلوة، يعني ما أعرف وين أصور. السكاي لاين، بس شوف قابل الدوحة، بس الأبراج بصراحة يعني والله العظيم ما اعرف شو اقول. حلوة قطر، حلوة بصراحة قطر حلوة، يعني بعد ما اعرف وين اصور. وراح اروح اصور فيديو خاص بهذا المكان ان شاء الله بالليل، المكان يطلع خرافي، الاضاءة والاجواء هناك خرافية. راح اروح اصور هناك ان شاء الله. شوف الترتيب والنظافة بشوارع قطر، ما تلقى بغير مكان. 24 ساعة ينظفون، 24 ساعة الناس مشغولة وتنظف وترتب. الشيء كله شو مصدره. شوف شوارع، شوف. أخذنا أوبر وراح أروح إلى سوق واقف، يعني من ميناء الدوحة إلى سوق واقف. تقريبا 900. طبعا شباب متحف الفن الاسلامي، متحف الوطني. طبعا لازم تزورون هذه المتاحف الاثنين اللي موجوده هنا في دوحه، يعني يستاهلون. هاي دار الكتب القطريه. فبعد ما زرت قطر شفت انه قطر صدق تستاهل الافضل.
الترتيب، التنظيم، القانون، كل شيء حلو هنا، كلش عجبني، وراح ازوره مره ثانيه ان شاء الله. الاسعار يعني عندك الغالي وعندك الرخيص مثل اي مكان، يعني مو مثل ما تتوقع الناس تقول الدوحه غاليه جدا، قطر غاليه، يعني مو مثل ما بعض الناس تتوقع وتقول انه قطر غاليه جدا والاسعار الخياليه. لا والله انا شفت قطر مناسبه جدا والله، وهاديه جدا حتى لو ماكو بطوله، خاصه بالنسبه للعوائل. قطر دولة يعني حلوة، بيها هواية أماكن سياحية، صح ما يجون هواية سواح بس صدق تستحق واحد يزوره، خاصة يعني اللي يحب الهدوء. اليوم حار كلش، فاحنا حاليا طريق إلى سوق واقف، أكو دائما ناس نا، دائما أكو ناس نا تقعد بهاي المكان الحلو والحدائق العامة. سوق الفلبينيين صار هنا، واكو مثلا محلات مال الخياطه، مال اذا تريد تشتري الزي العربي. طبعا حاليا وصلنا الى سوق واقف، هاي اجواء سوق واقف بعد خساره منتخب العراقي ومنتخب السعودي. طبعا جماهير السعوديه وجماهير العراقيه هم كانوا ملح البطوله، باختصار الجماهير العراقية وجماهير السعودية هم كانوا أفضل جماهير موجود في سوق واقف. فمع الأسف الأجواء الحلوة انتهت، وما ظل يعني وهس واحد يظل هنا على مود كاس آسيا، لأنه جماهير بصراحة البقية يعني تشجيعهم مشي. بالليل واحد من يجي إلى سوق واقف خاصة هذا المكان ما يلقى مكان يعني بالمقهى أو مطعم يقعدنا، لازم ينتظر أقل شيء نص ساعة. يعني بهاي المكان بالليل واحد لازم ينتظر هواية على مود يحصل مكان. فمع الأسف انتهى هاي الأجواء في سوق واقف. جينا إلى مطعم اسمه تكة وكباب أمين، طبعا هذه الوجبة ب 35 ريال قطري، يعني نفر إذا مشكل أو مثلا نفر تكة أو كباب. فراح ناكل وبعدين نشوف شنو راح نسوي ونشوف لكم الأجواء. هاي الأجواء في سوق واقف، طبعا هاي النتيجة بعد ما أكلنا الأخضر واليابس. هذا شايل كاس آسيا وكاس العالم وده يصور مقطع ومتونس في هاي الأجواء. الطقس كلش حلو هنا بقطر بصراحة. فتقريبا احنا وصلنا إلى نهاية الفلوق، أتمنى الفلوق يعجبكم وإن شاء الله مستمرين وياكم. طبعا أحلى شيء نايبيعون هنا رمان تفاح، هنا سوق واقف.